مش محتاجة إن مطلوب جن علشان يجيب لي وصفات من زوجة تاني. الأسعار نار، لحمة وخضار، وإزاي أنا أوفر في الأكل اللي عجباني؟ اطبخ يا هانم، كلف يا سيدي، أكلة اقتصادية على قد الإيد. اطبخ يا هانم، كلف يا سيدي، أكلة اقتصادية على قد الإيد، على قد الإيد، على قد الإيد، على قد الإيد، على قد الإيد. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا على قد الايد، واكلاتنا اللي كلها على قد الايد ان شاء الله، حتى لو كانت ارنب. النهارده هنعمل مع بعض ارنب. هو سعره عالي شويه عن باقي الحاجات اللي احنا بنعملها، بس يعني انا اعرف ان كتير بيربوا ارانب، فبرضه يعني حاجه حلوه وخفيفه في الاكل قوي، فكتير بيوصفوها حتى من الدكاتره يقول لك كل ارنب النهارده. فاحنا هنعمل ارنب بناء على طلب الدكتور يعني. فاحنا عندنا هنا ارنب مقطع 8 قطع، مش 8، 6، بنقطع وركين والكتفين والبطن بنقطعها الاثنين، فبيطلع 6 قطع. ماشي، على 6 طماطم تقيل، بصل، جزر، حبهان، ورق لورو، ثوم، مستكة، جوزة الطيب، وبهارات، وسمنة روابي. انا حاطة مية على النار تغلي عشان تلحق تستوي معانا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب معلقة سمنة روابي، معلقة كده، معلقة وسط صغير أو نص معلقة من السمنة، هديها إيه؟ فصين ثلاثة مستكة. ماشي، اخليها تسيح مع السمنه، وبعدين انزل عليها ايه؟ الارنب على طول. قبل ما اسلقه بديله تشويحه بمعلقه السمنه مع المستكه عشان يدي ريحه حلوه. طيب احط في الميه اللي بتغلي دي ايه كمان؟ احط في الميه جزر، دي كم قطعة جزر كده، جزر وبصل، ماشي كده في المية جزر وبصل، ومعلقة عصير طماطم تقيلة او طماطمية مبشورة. معانا عائشة، اهلا وسهلا. اهلا، ازيك؟ عايز عايز اعرف طريقة ايه؟ عايز اعرف طريقة الجزء بالبنزين. حاضر، ليكي سؤال تاني؟ لا شكرا. شكرا ليكي. بص كده، حط الارنب على ظهره كده في السمنة دي اللي بالمستكة، تمام. ده اشطف ايدي بس. اعلي النار عليها واشوحها على الناحيتين، وبعدين انزلها في الميه الايه؟ اللي بتغلي. ودي كمان الميه، شويه ملح وشويه فلفل اسود. يبقى كده بص، انا ما بحبش ازاي الشوربه بتاعتها. وديها ورق لورو، فصين ثلاثه حبهان كمان، نفتحها بس كده. سنة جوزة الطيب،
سنه بهارات كده. يبقى انا حبشتها تحبيشه بقى ايه جامده جدا من كله بقى. تشويحه صغيره لدي الارنب بتاعنا ده. عشان ياخد ريحة المستكة مركزة عليه. معانا روان. يا روان. أيوة روان ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ليكي سؤال يا روان؟ قولي. ازاي بيتعمل الكب كيك؟ الكب كيك. حاضر. يبقى عندنا سؤال البيتزا والكب كيك. حاضر يا روان. شكرا ليكي. اهو بس كده تشويحه كده بسيطه وانزل على ايه الميه اللي بتغلي. تمام كده واغطيها واسيبها تستوي حلو جدا لغايه ما تستلق. طيب انا معايا طبعا ارنب مسلوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقه دي كده. اوكي ماشي. في نفس السمنه دي هديها معلقه توم. معلقه من التوم المفروم. كل ده انا بتحايل على الارنب عشان اخليه احلى حاجه. عشان اللي بياكلش الارنب ياكل الارنب معانا بقى ان شاء الله. معلقه توم كده. معلقه هي السمنه تمام اللي فيها مستكه. خلي بالك يعني اما نيجي نعمل بقى نحافظ على الطاسه زي ما هي لغايه الارنب ما يستلق عشان نرجعه في نفس الطاسه تاني. سنه ملح صغيره للتوم بقى زي ما احنا متعودين. يبدا يغير لون. معانا ايه. عليكم السلام. ازيك يا ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا ايوه. هو في حاجه في التليفون؟ عايزين تغير الطرطه. حاضر. شكرا. في حاجه في الخط يا جماعه على فكره كل اللي بيتكلم تحسوا صاحي من النوم ولا ايه؟ صح؟ حاسه كده ولا حاجه في التليفون عندنا احنا؟ طيب ربنا يستر. وادي كده الايه؟ الارنب. نزلناه على التوم. كده. وبعدين نديله ايه؟ عصير طماطم. نجيب كبشه بس عشان نطلع الدلدق. نديله كبشتين عصير طماطم تقيل. تمام كده. وقلب فيه الارنب كده اللي ايه اللي شوحناه مع التوم والمستكه. وازود له سنه جوزة الشيب تاني مع الصلصه وسنه بهارات. معانا هايدي. يا هايدي. يا هايدي شكرا ليكي. كلمينا تاني. شويه فلفل اسود. ونشرب بقى الارنب ده من الصلصه اللي بالثوم والمستكه دي شويه. وبعدين انا عامله ايه؟ حطاها في طبق بارس او في صينيه او في اي حاجه ودخلها الفرن. معانا ايناس. ايوه. لا اعتقد التليفون فيه حاجه مش مظبوطه. معلش اسفين جدا. كلمينا تاني. كده بصوا بقى كده. يبقى هنا الارنب هياخد معايا ثلاث مراحل من السوى. مرحله احنا بنسلقه فيها
وبعدين او ده كمان اربعه يعني شوحناه الاول مع مستكه ومعلقه سمنه، وبعدين سلقناه في الميه اللي فيها ثوم اللي فيها بصل وجزر وورق لورو حبهان وملح وفلفل وجوز الطيب وبهارات هيصه كلها كده كبيره، سلقنا فيها الارنب طلعناه، جينا طاسه ان هي اللي شوحنا فيها الارنب اللي فيه المستكه، نزلنا عليها ثوم مع سنه من الملح ونزلنا على الارنب تاني تشويحه مع الثوم، وبعدين اديتها عصير طماطم، وبعد كده راح دخلها كلها في الفرن. يبقى بصوا كام مرحله، اربع مراحل الارنب. ام حماده اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام حماده؟ الله يخليك، كل سنه وانت طيبه حبيبتي. وانت طيبه ربنا يخليك، ازيك انت عامله ايه؟ بخير، ويجي رمضان كده سعيد عليكم ان شاء الله. يا رب علينا وعليكم يا رب يا رب. الله يخليك الله يخليك، انا من اسوان وعايزه طريقه البيتزا النهارده، عايزه اعملها وعايزه الطريقه منك لو سمحتي. حاضر عينيا، وتحياتي اهل اسوان كلهم. الله يخليك، وعايزه ابعت اهداء لابني محمد احمد خلف الله مدرس حافظ الي. ايوه. مولوده بلال احمد، بلال محمد. تحياتنا ليهم كلهم والف حاضر. الله يخليك. مبروك الف مبروك. تزيدنا يا شيخ ما تطنيش فينا، الله يخليك. حاضر عينيا. السلام عليكم. مع السلامه. بص كده الارنب بقى، اجيب ارص في الصينيه وهقول الحاضر طريقه البيتزا عشان طلبت النهارده كده كذا مره. بص الارنب كده، البيتزا معانا بتجيبي اكتبيها بقى كيلو من الدقيق، كيلو من الدقيق عليه نص كوبايه من الزيت، كيلو من الدقيق نص كوباية من الزيت، معلقتين كبار خميرة، معلقة سكر، رشة ملح، وثلاث معالق لبن بودرة، ومية للعجن. خلاص كده سهلة، دي العجينة اللي هتعملي منها البيتزا. اكتبيها على ما اقولك الحشوة بعد ما اخد التليفون ده. مين معايا؟ أليفة. ألف. مين معايا؟ الو. ايوه انا اليس. الف اليس اليس ولا الف؟ اليس اليس اليس. اوكي ازيك؟ انا كويسه الحمد لله. اموري؟ انا كنت عايزه بس حضرتك ممكن تكتبيها لي على التلفزيون طريقه البيتزا الشرقي. البيتزا الشرقي؟ بالسجق. حاضر ماشي. شكرا شكرا ليك. شكرا. ادخل بقى دي كده في الفرن. وهطلع في فاصل صغير وهنرجع نكمل مع بعض طريقه البيتزا وبقيه وصفاتنا ان شاء الله بعد الفاصل. وفاصل ونواصل.